طيب انا عايزه اسال حضرتك بس دلوقتي، لو في حد عنده حاله زي كده، متغيبين، حد عنده اي اعاقه وحابب انه يتقدم ليكوا بفكره الحساب او المنتج الجديد، ايه الاوراق المطلوبه منه؟ عشان بس ايه، وقت للاسف يجري بسرعه يا فندم. هو بس الموضوع بسيط خالص، هو مجرد طبعا اول اثبات الامر القضائي اللي صدر، سواء وصي اولي او قاصر او مساعد او وكيل قضائي، ده بيصدر عند النيابه العامه او قاضي الامور الوقتيه، ثم اذا كان في اعلام وراثه مثلا، اذا كان في حاله وفاه، وبمجرد الاوراق بتاعت اثبات الشخصيه، البطاقه، لشهادات الميلاد، بيتقدم لاقرب فرع طبعا حسب نطاقه، واحنا بنتولى تنفيذ الامر على طول. بس دي الاوراق اللي مطلوبه بالظبط يا فندم، بيتولى فورا بيتولى للفرع وبيتولى ايداع الحساب على طول. لكن الشخص نفسه اللي هو عديم الاهليه او ناقص الاهليه وكده مش شرط يكون موجود؟ لا لا طبعا اطلاقا يا فندم، انا ببقى عايز الوكيل القضائي، مش ملزم ان هو يوقع على الاوراق بالتاكيد اطلاقا، لانه ملوش اهليه اصلا، ملوش اهليه، ملوش اهليه اطلاقا انه يوقع على اي اوراق. بالعكس، ما انا بقول لحضرتك الموضوع في نوعين من الرقابه، انا جبت حد فوقي اللي هو المفترض انه هيمثله قانونا، النيابه العامه بتشرف على ده، وانا منوط بنا التواصل ما بيني وما بين النيابه العامه عشان اقول له الفلوس دي بيحصل فيها. هل حضرتك ممكن تقول لنا فوائد الشهادات؟ انا عندنا اصلا، احنا عندنا فوائد الشهادات بالنسبه لنا في ثلاث سنوات وخمس سنوات. العائد بالنسبه للثلاث شهادات بتبتدي عندنا العائد من 10.5% بالنسبه لخمس سنوات عائد شهري، لحد 12.75% بالنسبه للثلاث سنوات العائد السنوي. يعني ده اكتر من المعلم في البنوك الثانيه ولا يعتبر زيه؟ احنا تقريبا يعني في موازي في البنوك الثانيه، بس احنا يمكن اكتر ب 25% يعني ربع في الميه عن المتميزين عن البنوك التانية. طبعا بنك نصر دلوقتي عنده ماكينات وعنده سحب الكتروني وعنده كل حاجه، ولا ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك ان احنا، وباكد لحضرتك وبرنامجكم يعني، ان احنا بنك نصر جاي في السوق المصرفي بقوه ان شاء الله الفتره اللي جايه، وموجود عندنا متغيرين جدا. من البنوك العريقه واللي بتقدم خدمات فعلا اجتماعيه كبيره ورساله فنيه اكتر من انه مؤسسه، هو رساله حقيقيه.